إن ذكرى تكريم قادة النصر الشهداء الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهما ذكرى عظيمة ينبغي أن تستمر وتتواصل، لأنها خطوة استباقية على مستوى تعزيز النضال وروح المقاومة في نفوس الأحرار والمؤمنين في أنحاء العالم. وأعتقد أن هذا التكريم هو بمثابة أقل هدية يمكن أن يقدمها المؤمنون لإعلاء شأن هؤلاء الشهداء العظماء. نستذكر هذا اليوم الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر الحاج سليماني والحاج المهندس، هؤلاء الأبطال الذين خاضوا حروب شتى من أجل تحرير العراق مع العصابات الإجرامية، وقد تحقق النصر على يد هؤلاء ومجاهدي الحشد الشعبي وأبنائنا في القوات المسلحة. وحقيقة الأمر وللتاريخ أن القائد المهندس كان له الدور الفعال الذي جعله هو والحاج قاسم سليماني أنه من القادة المميزين في العراق والدولة الإسلامية. ولا ننسى الدور الذي قدمه الحاج سليماني، ذلك الدور الفعال الذي مول وقاتل واستشير الاستشارات الأمنية وأيضا الاستشارات العسكرية الذي قدمت على أرض العراق، ما حقق النصر. نصر كان لولا هؤلاء الشيخين لما تحقق. نحن نستذكر هذه الذكرى ونستذكر شهدائنا وهذه الجريمة النكراء التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على ضيف العراق، جريمة نكراء. وقد طالت أيضا قبل أيام السيد رضي الموسوي في سوريا، ولا تزال الأيدي الإرهابية التي تقودها أمريكا وحلفائها تطال القيادات العسكرية الميدانية والسياسية ومحور المقاومة الذي هو المحور الأساسي الحقيقي الذي يمثل الإسلام الصحيح، والذي يتحقق النصر إن شاء الله. هذا النصر الذي سوف يتحقق قريبا إن شاء الله على يد حماس من أجل طرد الغدة السرطانية المسمى بالكيان الصهيوني. رحم الله الشهيد سليماني ورحم الله الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس برحمته الواسعة وأسكنهم فسيح جناته.
شهدائنا الأبرار الأبطال الذين قدموا دماءهم رخيصة لأجل الدين والمبدأ والقيم. وهؤلاء هم على سيرة مدرسة السيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ونحن اليوم في مدينة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم نحتفي بهم ونترحم عليهم ونذكر مواقفهم وجهادهم وبطولتهم سواء في العراق أو في أماكن أخرى والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم رحمة واسعة ومكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ونسأله تعالى أن يوفق المؤمنين السير على نهج أبطالنا وشهدائنا ورفعت راسنا وتعزينا إلى أهلنا جميعا. اللهم الله أجوكم. هذه الأيام يحيي أبناء الشعب العراقي والمؤسسات الرسمية والدينية والثقافية الذكرى الرابعة لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الخالدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. وحقيقة يأتي هذا تقديرا لدورهم التاريخي ومواقفهم الخالدة في العراق، خصوصا جهادهم في إخراج طغمة داعش من العراق، حيث كان لهما البصمة الواضحة في إخراج داعش والإرهاب من العراق وتحقيق النصر في هذا البلد. وأيضا كان من ما قدماه من إنجاز كبير وعظيم هو تأسيس هيئة الحشد الشعبي بعد انطلاق فتوى المرجعية الدينية العليا. واليوم بحمد الله تعالى أصبح الحشد الشعبي رقما وشاخصا لا يمكن تجاوزه في المعادلات السياسية وحتى العسكرية. ولذلك اليوم يستذكر أبناء الشعب العراقي هذين البطلين وفاء لكل تلك الجهود العظيمة التي قدماها. وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما يخدم الناس فيمكث في الأرض، ليقولوا ما يقولون وليطلقوا الاتهامات، ولكن دماء هؤلاء الشهداء ومن قبل جهودهم وجهادهم في ساحات الجهاد يشهد لها الصديق والعدو ويشهد لها القريب والبعيد. ولذلك لا يمكن التنكر لما قدمه من جهود، خصوصا أن الحاج قاسم كان في الحقيقة اسمه يهز إسرائيل وأمريكا والاستكبار العالمي. اليوم يوم حزين ذكرى شهادة القادة الكبار الشهيد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس، هذه الذكرى الرابعة تمر علينا. وكان يوم حزين على العراقيين وعلى الشعب العراقي، هؤلاء الذين بنوا محور المقاومة
من قوات فذة قادرة على الدفاع عن سيادة العراق وعن حرمة العراق وعن كرامتنا وعن مقدساتنا. العدو الذي وجه هذه الضربة لنا لابد أن يتلقى جزاء سيئات عمله، واليوم قوى المقاومة في كل مكان تثبت مرة أخرى بأن حاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لا زالوا أحياء بيناتنا. بنوا جيل من المؤمنين الرسالين الذين يكملون خطهم وطريقتهم ومنهجهم، وعلى نفس الطريق وعلى منهج على نفس المنهج اليوم يدافعون عن حرمة وكرامة هذه الأمة ويصنعون الانتصارات. اليوم من يقاتل في غزة يثبت مرة أخرى أن حاج قاسم لا زال حاضرا في المشهد السياسي وحاضرا في الدفاع عن الأمة وعن مصالح الأمة، وكذلك الحاج أبو مهدي المهندس حاضر من خلال جيل من الشباب يؤمن بالمقاومة ويؤمن بالدفاع عن حرمة الأمة وحرمة المسلمين. أنا أعتبر أن الجهل هو الأساس في من لا يقدر تلك التضحيات الكبيرة، ولو أنهم اطلعوا عن قرب لرأوا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قضوا نحبهم وصنعوا أجيال أخرى تتبعهم على نفس النهج وينتظرون أن يقدموا التضحيات والتضحيات من أجل بناء أمة إسلامية عظيمة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن كرامتها. نعيش أيام حزن في ذكرى استشهاد القادة، استشهاد ذكرى الرابعة، هذه الذكرى الأليمة التي فجعنا بسماع استشهاد هؤلاء القادة الذين كرسوا جل حياتهم من أجل أن يحيا الشيعة ويحيا أحرار العالم، والحمد لله تعالى اليوم بذكرى شهادتهم أحيوا قلوب الناس وأحيوا وجود الناس أرضا ومقدسات ومعتقد. اليوم هذه الحياة الكريمة التي ما زالت في قلوبنا، هم عايشين عاشوا أحياء في قلوبنا أحياء في وجودنا. اليوم كل مؤسسات سميت باسم هؤلاء القادة، مشاريع خيرية، مستشفيات، مدارس، جامعات، وهذه رسالة لكل المقاومين بأن ما تسلكونه سيكون مصيره مصير هؤلاء القادة. أنتم نبراس وأنتم رفعة وأنتم عزة لهذا الوطن، والحمد لله تعالى بشهادتهم كانت هناك إحياء لكل الوجود، إحياء بهذه ما بذلوه من عطاء، ما بذلوه من جهد، ما بذلوه من عمل مستمر ودؤوب وحركة. تركوا الدنيا وتوجهوا، عمروا الآخرة، والحمد لله تعالى هذه نتيجة حتمية. نسأل الله الرحمة والغفران لهم وأن يجعل يكونوا شفعاء لنا في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بالحقيقة قبل دقائق صرحنا أنه قد يخطأ هؤلاء الطواغيت بقتلهم القادة السعداء الشهداء، ويعتقدون بأنها سوف تكون هزيمة إلى المقاومين، بل بالعكس إنها تزيدنا إصرارا ومقاومة. وبدل القائد يكون هنالك 10 قادة بأرواحهم بدمائهم الزكية، وأن قتل قادة النصر المتمثلين بالحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ما هو إلا أن يزيدنا عزيمة على أن نقاوم ونقاتل، وبإذن الله تعالى سوف يكون نهاية أمريكا وإسرائيل. وقلنا في أيام سابقة بأننا لا نهادن ولا نقبل إلا بخروج المحتل من الأراضي العربية، وبإذن الله تعالى سوف يكون لنا ثأر كبير مع هؤلاء الطواغيت للدماء الزاكيات الطواهر المتمثلة بقادة النصر الحاج أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني رضوان الله تعالى عليهم. انطلاقا من قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، صدق الله العلي العظيم. لا شك ولا ريب أن بقاء هذه الأمم، بقاء هذه الحياة، بقاء هذه الأرض بما هي لا بد أن تكون هناك طبقات من الناس أحيت هذه الأرض وأبقت هذه دوام الحياة في هذه الأمة، منها العلماء ومنها أصحاب الجاه، ولكن أعظم هذه الطبقات هم الشهداء، هم المضحون، هم المجاهدين. ولهذا نقف هذا اليوم وفي هذا المكان وفي هذه الجلسة لنعظم شخصيات عظيمة آثرت الحياة الدنيا، آثرت حياتها الآخرة لتعيش بأمن وأمان في جوار ربها، بعد أن قدمت العطاء وبعد أن قدمت ما هو يمكن أن يقدمه الإنسان بما يملك من طاقات. فرحم الله تلك النفوس الطيبة، ورحم الله تلك الأرواح الطاهرة التي ضحت في أجل شهادة أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولإعلان مبادئ الإسلام، ولإعلان ما هو يجب عليها من وجوبها الكفائي أو الوجوب العين. أسكنهم الله فسيح جنانه، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وإن شاء الله يبقى طريق الجهاد حتى تحقيق النصر الدائم والأخير.